هذا البرنامج برعايه بداية موسم الشتاء، لأن هذا المرض بينشط في فصل الشتاء أكثر منه في فصل الشتاء، ولذلك هناك حملة قومية تستهدف تطعيم الماشية الموجودة على أرض مصر بقدر الإمكان، الوصول إلى كافة يعني رؤوس الماشية بقدر الإمكان بالتعاون مع مجموعة من الوزارات حتى نحاصر هذا المرض حفاظا على ثروتنا من الماشية. حول الحمى القلعية وأعراضها وما ينتج عنها من آثار جانبية وعن هذه الحملة القومية حيدور حديثنا مع دكتور عبد الرشيد فتحي الأستاذ بمعهد صحة الحيوان. أما الحوار الثاني فحيكون عن الآفات الزراعية وخاصة الجراد. هنتكلم عن موسم الجراد وزي ممكن نحصر يعني تواجده من عدمه، نشوف البلاد المجاورة لينا وهل فيها جراد في أي بؤر أو لا حفاظا علينا، لأن الوقاية خير من العلاج. نراجع كل القواعد اللي موجودة على مستوى المناطق الحدودية، وبعد ما نتكلم عن الجراد هنعرج إلى آفات أخرى زي سوسة النخيل وزي كمان بعض الحشرات والقوارض. هنتكلم عن النمل الأبيض، كل دي في حملات لمكافحتها باستمرار، ولذلك هنتكلم عنها تفصيليا مع دكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية. دي فقراتنا الحوارية اللي نرجو إن شاء الله أنكم تنضموا لينا وتتابعوها معنا بإذن الله. نروح لفقرتنا الإخبارية وحنبدأها من لقاء السيسي برئيس حكومة تونس. السيسي يتفق مع رئيس حكومة تونس على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشاهد نقل تحية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للرئيس السيسي، كما أعرب عن سعادته بزيارة مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين ومنوها إلى أهمية دور مصر باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي. أكد الشاهد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة والعمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. ورحب السيسي برئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له وطلب نقل تحياته للرئيس السبسي، مشيدا بما يجمع البلدين والشعبين المصري والتونسي من أواصر الأخوة والصداقة. وأعرب الرئيس عن التطلع إلى أن تساهم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في الدفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات خلالها. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها في الوقت الراهن، وعلى رأسها انتشار خطر الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تتطلب العمل على ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.
كما بحث الجانبان الأزمة الليبية، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حل يحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، ويصون مقدرات شعبها الشقيق ويعيد إليه الأمن والاستقرار. نتمنى يا رب إن شاء الله أن الأمن يعني يعاد إلى ليبيا، وليس فقط إلى ليبيا ولكن إلى كل الدول العربية، لأن الظرف دقيق للغاية والتوترات باينة جدا على سطح العلاقات بين الدول العربية بعضها وبعض. طبعا بتتدخل دول أخرى وقوى أخرى إقليمية لإذكاء نار الفتنة التي نتمنى ألا يشعلها أحد، وبالعكس مصر تساهم إن شاء الله في إطفاء نار الفتنة بإذن الله، حرصا على الحفاظ على العلاقات الثنائية بيننا وبين الدول العربية كلها. إلى جانب علاقاتنا بتونس، حننتقل إلى علاقاتنا بالأردن الشقيق. وزير الخارجية بينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى العاهل الأردني. التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مستهل جولته العربية التي تشمل كل من الأردن والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان والسعودية، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي بأن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونقل رسالة شفهية إلى العاهل الأردني من الرئيس السيسي تتناول التطورات المتلاحقة في المنطقة وما تفرضه من أهمية تعزيز آليات التنسيق والتشاور لدعم الأمن القومي العربي والحفاظ على المقدرات العربية. وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري أكد على سياسة مصر الثابتة بشأن أهمية بذل كل الجهود من أجل تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات وضرورة تخفيف حدة التوتر والاستقطاب، نظرا لما يترتب على ذلك من حالة عدم استقرار تؤثر بالسلب على المنطقة بأكملها. وأوضح الوزير شكري أن مصر من منطلق دورها المسؤول إقليميا وسعيها الدائم للحفاظ على الأمن القومي العربي، فإنها تستشعر القلق تجاه التطورات الإقليمية المتلاحقة والتدخلات السلبية من خارج المنطقة في الشؤون الداخلية للدول العربية واتساع رقعة الأزمات بشكل يقتضي توخي الحذر لتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات التي تتضرر منها الشعوب العربية بالأساس. وفي نهاية تصريحاته أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مباحثات وزير الخارجية في الأردن تناولت أيضا سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن، والتي وصفها الوزير شكري بأنها تاريخية وذات خصوصية في ضوء العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وأكدا حرص مصر على تطويرها في كافة المجالات. من الأخبار السياسية العليا نروح لأخبار الوزارات المصرية المختلفة وقطاعات الدولة، وحنتكلم عن قطاع الزراعة وخاصة قطاع المصايد. نائب وزير الزراعة يصرح مصايد الأسماك تمثل 23% من الإنتاج السمكي في مصر. اختتمت اللجنة التنسيقية للمشروع الإقليمي للتعاون العلمي والمؤسسي لدعم الصيد الرشيد في شرق المتوسط اجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط. اختتمت اجتماعها الثامن بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في القاهرة بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلين عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وممثلين وخبراء من بلدان جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مسؤولين من منظمة الفاو والمانحين. وقالت الفاو في بيان لها اليوم الأحد إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تنفذ هذا المشروع الإقليمي وتموله كل من اليونان وإيطاليا والإدارة العامة المفوضية الأوروبية للشؤون البحرية ومصائد الأسماك. وأكدت الدكتورة منى محرز خلال كلمتها أن مصايد الأسماك تعتبر أحد أهم مصادر الغذاء، حيث تمثل 23% من الإنتاج السمكي في مصر، وتؤمن سبل العيش لحوالي 1,000,000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر. وقد ساهم مشروع شرق المتوسط في دعم وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقطاع مصايد الأسماك في مصر، وكذلك دعم وتطوير إدارة المصايد المحلية بزيادة المعرفة العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التعاون والمشاركة بين الدول الأعضاء. وأضافت محرز تعطي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا لتطوير البحيرات السمكية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها عبر عمليات التطهير وإنشاء قنوات شعاعية ومحطات للتنقية، إلى جانب تطوير الاستزراع السمكي الذي يبلغ إنتاجه 1.6 مليون طن سنويا.
مشيرة إلى أن مصر تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث إنتاج سمك البلطي، وقد تم تشكيل لجان بيطرية متخصصة لوضع معايير لجودة المزارع السمكية والمنشآت، ليس فقط من أجل التصدير ولكن للإنتاج المحلي كذلك. واحنا داخلين على موسم الشتاء، لابد ان كل القطاعات تستعد وتحصن ما تملك، سواء بقى المشية قلنا حمى القلعية، او الطيور تحصن ضد انفلونزا الطيور. حديقة الحيوان بتستعد لهذا الموضوع وتحصن الطيور ضد مرض انفلونزا الطيور. قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قال إنه تم تنفيذ خطة التحصينات الوقائية الدورية ضد الأمراض الوبائية لحيوانات وطيور حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك ضد أنفلونزا الطيور مع اقتراب فصل الشتاء وفق خطة تحصينات وقائية وعلاجية. وأكد رئيس حدائق الحيوان أن عمل التحصينات بحديقة حيوان الجيزة في إطار الاهتمام بالحفاظ على الحياة البرية، وذلك وفق خطة تحصينات وقائية وعلاجية تتم تحت إشراف مجموعة من الأطباء البيطريين المتميزين وعدد من الكلافين ذوي الخبرة، وذلك لمنع الأمراض الوبائية لذلك. وكشف تقرير حدائق الحيوان أنه تم تدعيم معمل الحديقة بعدد من الأجهزة الحديثة المتطورة، منها جهاز تقطير ثنائي، فرن تعقيم، جهاز طرد مركزي، أحدث جهاز تحليل كيمياء الدم، جهاز عد خلايا الدم أوتوماتيكيا، وحضانة للفحص البكتيري، مما يزيد من كفاءة العمل وتحسين طرق الوقاية ضد الأمراض. لسه مع الصحة، لكن هذه المرة صحة الإنسان وليس صحة الطيور أو الحيوان. وسمعنا جميعا عن مشروع التأمين الصحي. الصحة إنشاء وتطوير 73 وحدة بخمس محافظات ضمن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الرعاية الأساسية عن إنشاء وتطوير 73 وحدة رعاية أولية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء ضمن الخطة الاستثمارية 2017-2018، وذلك كخطوة أولى تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. وأوضحت الدكتورة نحلة رشدي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية أن الخطة تتضمن إنشاء 18 وحدة جديدة بالمحافظات الخمس، وإحلال وتطوير 28 وحدة، بالإضافة إلى تجهيز 27 وحدة رعاية أولية أخرى، مشيرة إلى أن هذه الوحدات ستكون هي خط الدفاع الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم إعداد برنامج تدريبي يشمل جميع الكوادر الطبية العاملة بمنشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء من مختلف التخصصات لتغطية العجز، لافتا إلى أن جميع المراكز ستقدم الخدمات الخاصة بتطعيمات الأطفال ومتابعة النمو والتطور، والخدمات المقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وأضاف مجاهد أن الخدمات التي تقدم في وحدات الرعاية الصحية الأولية ستشمل أيضا التعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة، بالإضافة إلى إجراء الجراحات البسيطة، كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية ونقلة الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات والترصد والتثقيف الصحي، وخدمات الأسنان والوقائية والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، إضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنية والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية. كلنا في انتظار يعني مشروع التأمين الصحي، وطبعا صحة المواطن دي هي أولوية من أولويات العدالة الاجتماعية اللي كلنا كنا بننادي بيها وعاوزينها وبنسعى لتحقيقها من العدالة، أن يكون كل مواطن عنده القدرة على أنه يتوجه للمستشفى، الغني والفقير يروحوا نفس المستشفى وتلقوا نفس العلاج من خلال منظومة واحدة، وبالتالي ما يكونش في أي نوع من أنواع التشكيك في أنه في منشآت صحية بتدي جودة أقل لأنها بالمجان أو لأنها تبع التأمين الصحي أو غيره. لا، هيكون كل المنشآت الصحية بتخضع لمعايير الاعتماد والجودة، وأيضا إما يتعامل معها وزارة الصحة وتجدد لها عقود أو لا لاستقبال المرضى، فده هيكون مجال للتنافس بين هذه المستشفيات وبعضها البعض.
نروح للبيئة، وطبعا دي من الحاجات المهمة اللي تم مناقشتها حتى في منتدى العالم للشباب، وأيضا في محافل دولية كثيرة شارك فيها الرئيس السيسي. وزير البيئة يسافر لألمانيا غدا للمشاركة في مؤتمر بون للتغيرات المناخية. يغادر القاهرة غدا الاثنين الدكتور خالد فهمي وزير البيئة متجها إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر بون للتغيرات المناخية الذي تعقده الأمم المتحدة هذا العام في الفترة من 6 إلى 17 من نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة 196 وفدا من مختلف الدول تصل أعدادهم نحو 25,000 مشارك. وتؤكد التقارير أن العالم خلال العقود الأخيرة شهد خسارة غير مسبوقة في التنوع البيولوجي وتدهور في المنظومة البيئية، مما يقوض أسس الحياة على الأرض، بالإضافة إلى أن التغيرات الديموغرافية السريعة والإفراط في الاستهلاك واستخدام التقنيات الضارة بالبيئة إضافة إلى التغير المناخي تكلف كوكب الأرض أكثر مما يحتمل. ومن المتوقع أن يحدث نقص حاد في الغذاء والمياه والطاقة بسبب تمادي الإنسان في الضغط على العمليات المناخية والجيوفيزيائية وعمليات الغلاف الجوي والبيئي على كوكب الأرض، وهو الأمر الذي يصل بنا إلى مستوى قد يحدث فيه تغيرات مناخية وبيئية مفاجئة. ووفقا لدراسة حديثة أجرتها المنظمة الدولية الغير حكومية الصندوق العالمي، فإن معدل انقراض الكائنات الحية يتوقع أن تكون ما بين 1,000 و10,000 مرة أكثر من معدل الانقراض الطبيعي. وهناك دراسات أكثر تفاؤلا تتوقع معدل انقراض للكائنات الحية يقع ما بين 0.1 و0.1 من 100، وهو ما يمكن ترجمته إلى انقراض ما بين 200 إلى 2,000 نوع كائن حي سنويا. وحيث إن جميع الكائنات الحية تمثل جزءا من منظومة بيئية متكاملة ومترابطة، ولكل كائن حي دوره المحدد في تلك المنظومة، فإن أي عضب أو خسارة تطرأ على أي جزء في هذه المنظومة البيئية يمكن أن يؤثر في وجود كل أجزائها. بمعنى آخر، أن أي ضرر يقع على التنوع البيولوجي والبيئي له تأثير شديد على بقاء وصحة الإنسان. وتجاوبا مع هذه المخاوف، فقد قامت الحكومات بالتفاوض حول إبرام اتفاقية حول التنوع البيولوجي ووضع أهداف رئيسية لها، مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع والترويج لها على أنها حجر الزاوية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وسيجتمع زعماء العالم في أواخر عام 2018 بالمؤتمر الدولي 14 للأطراف حول اتفاقية التنوع البيولوجي. يعني الموضوع أصبح مش طرف، موضوع البيئة موضوع مهم جدا، لابد من تكاتف كل الدول في يعني إيجاد حلول لهذا الموضوع، وإلا هنلاقي إن يعني التنوع الجميل اللي كان موجود، كنا اتكلمنا مثلا عن التنوع والثراء الموجود في البيئة الصحراوية المصرية، تنوع نباتي وتنوع حيواني، كل ده ممكن يختفي مع مرور الوقت نتيجة للتغيرات المناخية الشديدة اللي بتعصف بالعالم واللي بتتسارع وتيرتها في الأيام الأخيرة. تابعنا أزمة تصدير الفراولة لبعض الدول العربية وسفرة كثير من الوفود الرسمية والشعبية لمحاولة تقريب وجهتي النظر المصرية العربية فيما يتعلق بصادرات الفراولة من مصر، وأعتقد أنهم وصلوا إلى نتائج إيجابية، وهناك أيضا وفود ستذهب خلال هذا الأسبوع إلى السعودية. وفد من وزارتي التجارة والزراعة يزور السعودية لحل أزمة صادرات الفراولة. يزور وفد رسمي من وزارتي التجارة والزراعة والمجلس التصديري للحصلات الزراعية يوم 21 من نوفمبر الجاري المملكة العربية السعودية لمراجعة قرار حظر المملكة لصادرات الفراولة. وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن الوفد سيتوجه للمملكة يوم 21 من نوفمبر بعد تأجيل الزيارة لمدة أسبوع. ويضم الوفد الدكتور صفوة الحداد نائب وزير الزراعة، وهاني الدكروري مسؤول بمركز تنمية الصادرات، ونجلاء بلابل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. وأوضح الدمرداش أن مهمة الوفد هو إطلاع الجهات المعنية بملف الصادرات في السعودية بمنظومة الفحص الجديدة التي نفذتها وزارتي التجارة والزراعة لتنفيذ كل متطلبات وشروط الدول المستوردة للمنتجات المصرية. واستحدثت وزارة التجارة نظاما جديدا للرقابة على الحاصلات الزراعية يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الدولة المستوردة، منعا لتمرير أي شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.
وقال عبد الحميد الدمرداش إنه سيتم خلال الزيارة استعراض النظام المصري الجديد لفحص المنتجات الزراعية المصدرة من مصر، خاصة فيما يتعلق بأزمة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق. وأوضح الدمرداش أن وزارة الزراعة تعمل حاليا في الإجراءات النهائية للانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، وذلك بعد تصديق البرلمان عليه، متوقعا حصول طفرة في الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية خلال 5 سنوات بعد زراعة أصناف جديدة. نشاط يعني محمود في مجال تنشيط الزراعات المصرية والصادرات المصرية ومحاولة علاج أي مشاكل ممكن تطرق وتمنع الصادرات المصرية اللي هي مصدر هام للعملة الصعبة، وجهد مشكور في مجال منع متبقيات المبيدات بقدر الإمكان في الزراعات المصرية. نروح للتعليم، والحقيقة أنه التعاون في مجال التعليم بين مصر واليابان تعاون كبير، وإن كان يعني يمشي ببطء فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، واللي احنا ان شاء الله بيتم الاعداد ليه حتى يكون مستمرا، كما صرح الرئيس السيسي في منتدى الشباب العالمي انه ما فيش تاخير، ولكن في انه هذا المشروع سواء كان الرئيس موجودا او غير موجود يظل يعني يعمل بوتيره جيده ودائمه، يعني عاوز يضمن الاستدامه لهذا المشروع، ولذلك قمنا بتاجيله بعض الشيء. اما فيما يتعلق بالتعليم العالي فاعتقد ان التعاون بالفعل إن شاء الله سيبدأ عاجلا. وزير التعليم العالي يعلن بدء التقدم لمنح المبادرة المصرية اليابانية. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد بدء التقدم للإعلان الأول من الدفعة الثانية لمنح مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية لمنح المصرية اليابانية خلال شهر نوفمبر الجاري، والمقرر تنفيذها خلال العام 2018. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللجنة التنفيذية المشتركة للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم بحضور تاكيهيرو كاغوا السفير الياباني بالقاهرة، وذلك في إطار تفعيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم والتي أعلنت في بيان مشترك بين حكومتي مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في مارس 2016. وأشار الوزير إلى أن الإعلان الأول من الدفعة الثانية لمنح المبادرة المصرية اليابانية يشمل ابتعاث 61 بعثة كاملة و30 بعثة إشراف مشترك و30 بعثة مهمة علمية، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي بالجامعات اليابانية لطلاب المرحلة الجامعية بالجامعات المصرية. وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المصري الياباني في مجال التمريض، أكد الوزير أهمية أن يشمل البرنامج إيفاد مبعوثين مصريين من المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بهدف تنمية قدرات الممرضين بالمستشفيات. وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة ديزيري لبيب رئيس قطاع التنمية المستدامة بوزارة الصحة، أكدت موافقة الوزارة على مكونات البرنامج التدريبي والذي يتم بين الجانبي المصري والياباني بما يلبي احتياجات وزارة الصحة وبما يتوافق مع خطة التدريب بالوزارة. من جانبه أكد السفير الياباني بالقاهرة أهمية التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية ودعم بلاده لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في إطار مبادرة التعليم المصرية اليابانية. يذكر أنه سيتم فتح باب التقدم للمنح الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري على الموقع الرسمي لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وذلك في العديد من التخصصات وهي الطاقة المتجددة، الموارد المائية، النانو تكنولوجي، تنمية صناعة الدواء، التعليم، الصحة والسكان، التغذية والزراعة، العلوم البيئية، العلوم التكنولوجية والهندسية الحديثة والنادرة، والعلوم الاجتماعية. ومن المقرر أن يعقد المكتب الثقافي المصري بطوكيو ورشة عمل يوم 6 ديسمبر المقبل بهدف شرح مكونات البرنامج التدريبي المقترح بين الجانبين المصري والياباني ضمن مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية. لسه مع التعليم، ولكن هنذهب إلى ضرورة ربط التعليم الفني بشكل خاص بسوق العمل، وده في سبيل القضاء على البطالة، وكمان علشان يبقى فيه ثقافة جديدة في المجتمع، هو إنه التعليم الفني ده هو أحد الركائز الأساسية للعمل، وربما يعطي فرصة عمل سريعة ومضمونة أكثر من التعليم الجامعي، وبالتالي نعزز الإقبال عليه. التعليم بتعلن أنها تستهدف تعزيز قدرة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
شاركت الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم في تفعيل تدريبات المناهج المبنية على الجدارات لمعلمي التعليم الفني، المعلمين والموجهين ومدير العموم بالقطاع، وذلك أحد إنجازات القطاع للوصول بمنظومة التعليم الفني لمستوى العالمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET2، وذلك بمدرسة جلال فهم الفنية المتقدمة التابعة لإدارة الساحل التعليمية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبقيادة الدكتور أحمد الديوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وإشراف المهندس حسن مشعل مدير الإدارة المركزية للتعليم الفني. وأكد محمد حسني مدير الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرة التعليم الفني على تطبيق منهجية التعليم القائم على الجدارات وتعزيز الصلة بين القطاعات مع الاحتياجات الحالية والناشئة لسوق العمل، مشيرا إلى أنه أحد الطرق التي يتبعها قطاع التعليم الفني حاليا بتفعيل المناهج القائمة على الجدارات لرفع مهارات خريج التعليم الفني المصري، ويحقق الاعتراف والمنافسة بخريج التعليم الفني المصري في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن التدريبات تهتم بالتأكيد على الجودة وتحديد الواجبات الأساسية ومعايير الأمن والسلامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى بناء القدرات الذاتية وتطوير المسار المهني لدى المعنيين بالتعليم الفني بالقطاع والمحافظات. نروح مع حضراتكم إلى وزارة المالية، وطبعا في أخبار مبشرة عن أنه التصنيفات الاقتصادية لمصر في تحسن. واحدة من كبرى جهات التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز صنفت مصر أنها مش بس اقتصاد مستقر ولكنها اقتصاد مستقر إن شاء الله إيجابي في المستقبل كما يرونه، وده طبعا تصنيف بيساعد على أن المستثمر يكون أكثر ثقة في الاقتصاد المصري. وزير المالية يصرح: خرجنا من 5 سنوات كافية لهدم دول. قال الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية إن هناك أعمال ومجهودات كبيرة ستبذل بالنسبة للاقتصاد المصري، وإذا نظرنا إلى رفع مؤسسة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية بنظرة إتمام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فهي نظرة خاطئة، لأن هناك الكثير من الأعمال يجب أن تنفذ، ونحن خرجنا من 5 سنوات كافية لهدم دول. وأشار وزير المالية إلى أن مصر تراقب بشكل جيد التحرك في أسعار البترول، مضيفا: مدرجين البترول بسعر 55 دولار رغم أن سعره الحالي 65 دولار، ولكن سنراقب الأسعار في الفترات القادمة، وفي الأساس نحن ملتزمون بعجز معين في الموازنة وعجز معين فيما يسمى بالعجز الأولي للموازنة، وهو إيراداتنا زائد مصروفاتنا بدون فوائد. ما زلنا مع الأخبار الاقتصادية ولكن أخبار البورصة، وهناك ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع. استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات. ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر EGX 50 بنسبة 0.24%، وقفز مؤشر EGX 20 بنسبة 0.7%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 0.11%، وكذلك مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.9%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46%. وبنختتم فقرتنا الإخبارية بأحوال الطقس، والأرصاد بتقول طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 27 درجة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية 26 العظمى والصغرى 16، ومطروح 13 للصغرى والعظمى 26 درجة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين. أما حالة الرياح السطحية فهي جنوبية غربية. وننتقل لحالة البحر الأحمر ففيها الرياح خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف. أما حالة الرياح السطحية فهي شمالية غربية. بهذا الخبر عن أخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الإخبارية. بنذكر حضراتكم إن إحنا بعد الفاصل هيكون عندنا ركن حواري مكون من فقرتين، فقرة هنلتقي فيها مع الحمى القلعية، والحمى القلعية دي مظاهرها، طرق مكافحتها، الحملات القومية اللي بتقوم بها وزارة الزراعة لمكافحة الحمى القلعية. وأعتقد أن هناك الآن حملة قومية بتجري على أرض محافظات مصرية، هنتعرف عليها بالتفصيل من دكتور عبد الرشيد فتحي الأستاذ بمعهد صحة الحيوان. أما الفقرة الحوارية الثانية والأخيرة في حلقة اليوم فهتكون عن مكافحة الجراد وأيضا الآفات الزراعية. هنتكلم عن المجهودات المبذولة في الوقاية من الجراد، وأيضا هنعرج إلى النمل الأبيض وسوس النخيل ومكافحة القوارض وغيرها من الموضوعات اللي بتهمنا فيما يتعلق بالزراعات الشتوية. ابقوا معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. Yeah.